أيضا الحيض والنفاس ولو حدث في آخر جزء من نهار يوم من أيام رمضان، فإن المرأة تصير مفطرة حينئذ ولو كان قبل الغروب بلحظة، فإنها تصير مفطرة، فإذا انقضى حيضها فعليها أن تقضي هذا اليوم مع سائر أيام الحيض أو أيام النفاس، وذلك بعد رمضان. الاستمناء وهو خروج المني بشهوة متعمدا بأي وسيلة كانت مع الزوجة أو بدونها يبطل الصيام، يبطل الصيام بسببه إن كان في نهار رمضان. الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذا، كلام ربنا جل وعلا، فقوله تعالى وشهوته يدخل فيه الاستمناء، لأن بعض أهل العلم قال إن الاستمناء لا يفطر الصائم، وهذا غير صواب، فلا تعول عليه. والدليل قول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، ولا شك أن الاستمناء فيه شهوة. أما إذا احتلم فأنزل في أثناء نومه فلا شيء عليه ولا أثر لذلك على صيامه،